ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إيمانه ألا يذهب إلا ذهب. وهذه رأينا بأعيننا من صدق فيه هذا الكلام. إذا هديت إلى صراط مستقيم فاسأل الله الثبات عليه. لا تظن أن ذلك شيء استحققته على ربك، لا. إذا كنت في عافية فالله عافاك فاحمده، ولا تظن أن تلك العافية لا يعني قطعا لا تنتقل عنك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وأنت تظن أن ما أنت فيه من الخير ومن الإحسان ومن الفضل ومن الطاعة لا يزول عنك أبدا وتأمن، وهذا جنون، هذا لا يفعله أبدا من يعقل عن الله تعالى أبدا. والله لقد يعني ماذا أقول لكم، نسأل الله الثبات. مما يدلكم على هذا قول ربنا الذي حتم علينا أن نقوله تحتيما، اهدنا الصراط المستقيم، لا تصح صلاة أحدنا بغير الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط أشد استقامة مما أنت عليه وهو الصلاة، فلماذا تطلب الصراط المستقيم؟ ألا أنت ماشي فيه؟ أنت تصلي تسجد بين يدي ربك وتتذلل له وتخضع له، ومع ذلك تقول اهدنا، أي اهدنا إلى أن نلقاك على هذا الصراط المستقيم. كان عمر بن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يا عباد الله الذي يقول فيه رسول الله نعم الرجل عبد الله، شكون قلت فيه؟ قلها في النبي صلى الله عليه وسلم، سعادتك نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فلم يترك عبد الله قيام الليل منذ قيلت له. وعبد الله بن عمر هذا كان يقول اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه. ما يعني هذا شيء لا نستحقه على ربنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الحمد لله، ونسأل الله الاستزادة، نسأل الله كما هدانا للإسلام ألا ينزعه عنا حتى يتوفنا ونحن مسلمون.